طيب هلا محاضرتنا اليوم اللي هي تشابتر تشابتر 3 عن النمبر 3 عن النمبر 3 كان كنا اخذنا ست ثيوري قبل هيك. هلا بناخذ النمبرز بنتعامل مع النمبرز وبنفس الطريقه اللي درسنا فيها ست ثيوري لما درسنا النمبر 3 بمعنى انه مش بس نروح نظرية الأعداد خصائص الأعداد بدنا نتعلم فروق بقى زي ما علمنا بالسيكو. هلا هنروح في هذه الوحدة زي ما حكيت خصائص الاعداد هنتعلم كيف نعمل ظروف ونسخ ظروف للجمل الرياضيه زي مثلا مضروب عددين او مجموع عددين زوجيات هو فردي واحد فتكلم شو يعني الجمل الرياضيه من نمبر ثيوري. بعطيكم امثله كامله. مضروب عددين مجموع عددين زوجيات هو فردي. نثبت او صحه او خطا. مجموع عددين زوجيات هو زوجي. مضروب عددين فرديات بيطلع فردي. وهذا ما جرى من هان شفتوا كيف بعطي خصائص للاعداد. لاحظين؟ هلا هاي عندي تعرفوا الفلور لو عندي هاي مثلا لو عندي بكرر شايفين تعرفوا هاي الاشاره اللي هي هيك 2.3 تطلع 2 12.9 الناقص 1.5 ماكس 2 صح؟ كررتها اللي اكلمها صح. هلا لو عندي انا ريال نمبر اكس واكس ناقص انا ريال نمبر اكس عندي لو قلت انا اكس ناقص اي واحد بيطلع ايش؟ بيطلع الاكس اللي هو نفسه الفلور تبع الاكس مظبوط؟ صح ولا غلط؟ غلط. شو بتقولوا؟ بسرعه صح زين؟ جرب على الدراسه بس هيك عشان نتاكد انه نحن صح. يلا ليه؟ جربي 4.5 ناقص 1 دائما بدي اعطيك انت جبتك دائما انت صح؟ طيب اللي بعدها كنا عند اكس واي لما بقول اكس ناقص واي بتساوي الفلور اكس ناقص واي بيساوي فلور الاكس ناقص فلور الواي غلط هاي صح؟ خطا لا صح لانه انت بتحكي ريل نمبر بجوز يكون عندك نص ما بزبطش الفلور تبع النص مثلا خلي الاكس 3 والواي نص الفلور تبع النص 0 والفلور تبع الاكس 3 مضبوط هاي صح؟
العربيين بدنا نصير نفحص ونثبت ليه؟ هلا اللي بدنا اللي بدنا المفاهيم اللي بدنا نركز عليها مش مهم عندنا السب طب اسمه الله تعود على انماط الحل الرياضي بهذه انه في بعد فلسفي لهذه الوحده تحديدا الدقه في التفكير والكون لما نحكي رياضيات او برمجه لو قلنا انك انت بدك تعمل برنامج ل مثلا شيء بالطيارات او بالاجهزه الطبيه تخيل انك انت افترضت هيك دو البرنامج كان عندك شغله وافترضت انه هاي تطلع مثلا الفلور تبع اكس ناقص واي يساوي الفلور لو افترضت انها هاي صح ورحت برمجت ولو شغله صغيره جوا برنامجك افترضت انه هاي صح تخيل قديش شو نتائج البق في السيستم تبعك صح؟ بتكتب واحد او اذا في طياره بتكتب مئات فما فيش مجال للخطا اطلاقا هلا كيف نعودكم على الدقه بدكم تنتبهوا من خلال هاي المحاضره مثلا من خلال هاي الماده بشكل عام انه اوعى تتسرع في الصح والخطا ولازم تتاكد به تتعود نفسك كيف تفهم ليه؟ اتفقنا؟ هذا هو سر او فلسفه او ليش نتعلم نمبر ثيوري مش بس عشان نعرف او نحفظ بعض القصص خلينا ندخل في اول سيكشن ونحاول نعمل الهدف ان نشوف كيف نثبت بس قبل ما نثبت لازم ندخل في شويه تعريف اول تعريف اللي هو الاود والايفن شو هو الاود نمبر وشو هو الايفن نمبر يعني فرد شو يعني فرد يعني ترى كيف بنعرف الاود والايفن تعريفها العلمي اللي بناء عليه احنا بنقرر انه شو هو الاود وشو هو الايفن نقول الانتجر n is even if and only if n بيساوي مجموع مضروب عددين انتجر مجموع اثنين يعني دبل سوري مش عددين عدد مرتين ها equals twice some integer يعني ثلاث سيت ديت اثنين ضرب ثلاثة مرتين 15 30 20 40 فأي شيء يكون اثنين ضرب شيء يكون انتجر بيكون اول هلا بيكون اول اذا كان ايكوالز 1 بلس 1 توايس بلس 1 يعني باللوجيك بنقول ايفن معناته العدد ان از ايفن اف ذير اكسيست ان انتجر كي في عندنا there exists integer k في عندنا k بيكون k اي رقم ايش؟ انتبهوا ايش ريال؟ لا integer k is integer وانه بيكون n هو twice k يعني 2 ضرب k وبكون odd اذا كان 2k plus 1 هلا من هذا التعريف هاي احد تعريفات الاود والايفن يا زيرو على فكره تحاوليش تعرف
وتجاوبني هلا بناء على بناء على معلوماتك معلوماتك السابقه. حاول تجاوبني بناء على التعريف التعريف اللي عندك. ناقص 301 اسكت. اذا عندنا A و B are integers، في عندي 6A تربيع ضرب B، هل هو even؟ 6A تربيع. لأني باخذ 2 عامل مشترك وهذا كله 3A بغض النظر هو بيطلع بالآخر كيف؟ مظبوط؟ فهو طيب عندي 10 A زائد 8 B زائد 1 هل هي قد؟ يعني ايوه وكأني بطلع اثنين ضرب اي شيء جوا مش مهم على شو هو بس المهم انه كيف انت زائد 1 هل every integer either even or odd؟ كل رقم انتجر هو يا ابن ياود قلت لكم من هون طبعا مش تطلع على الرقم السابق اوكي بس بدنا نحاول هاي عباره عن خاصيه بدنا نحاول نثبتها حسب معلوماتنا السابقه مش كل رقم حسب معلوماتنا السابقه لسه ما نقدرش نتاكد منها بس حسب التعريف صح سوري كمان مره حسب معلوماتنا السابقه نعرف ايش مش كل رقم ايفن ون لانه صفر مش دائما كل صفر الصفر حكينا هون انه ايفن بس من الصفر معلومات السابقه حسب معلوماتهم السابقه بعرف شو معلوماتهم السابقه حسب التعريف هاي بدها اثبت لسه ما فحصناش مباشره انه هل هاي دائما بتعمل بيجوا ورا بعض ولا لا؟ خلينا نحاول نثبتها بعد هي شو هو العدد الاولي العدد المركب تعريف العدد الاولي العدد المركب انتبهوا انه انا شو كنا بنحاول نساوي احنا في هذا الشابتر في هذا السكشن في هذا السكشن اللي هو احنا بدنا نحكي عن البروتس نتعلم البروتس بس قبل ما هاي انتروداكشن هذا السكشن انتروداكشن قبل ما نتعلم البروتس بدنا نتعلم بعض تعريفات خاصة بالأرقام فأول تعريف أخذناه الأود والإيفن والتعريف الثاني البرايم والكومبوزيت نمبرز شو هو شو هو البرايم؟ بنقول إن إز أبرايم إن إز أبرايم إف أند أونلي إف إن أكبر من واحد أو إذا أكبر من واحد يعني حتى ما يساويش واحد هو دائما برايم بيكون أكبر من واحد فإن بيكون برايم إذا كان أكبر من واحد and for all positive integers R and S وفي عندنا وفي رقمين دائما بيكون في رقمين عكسهم واحد اسمه R واحد اسمه S if n equal r ضرب s اذا بنقدر نحط n تبقى مضروب على الانتجر وبكون واحد منهم ها الله يساوي واحد بكون برايم فشو البرايم مضروب على دين واحد منهم واحد. سوري بتحكي لك فوق اون بوزيتيف يعني جميع الاعداد بتقدرش تطلع غير ار ولا بس. فور اول ما بتقدرش تطلع ما فيش غير مظبوط. فور اول مش في سوري مظبوط كلامك انا بجوز انا ما كنتش دقيق. فور اول بوزيتيف انتيتيز يعني مش انه جيب لي عددين يعني مش كل ستة ما هي ستة ضرب واحد. لا بقدرش اطلع هذا العدد الا بكونش الا مضروب ايش؟
بكون ار دوت اس وبكون واحد من ار او اس يساوي واحد. هلا الان سوري الان بيكون كومبوزيت بكون مركب اذا نقول ايه ان اكبر من واحد ام ان بيساوي ار دوت اس فور سم positive integers, some positive integers are n is what, يعني اثنين ولا واحد منهم بيساوي واحد. خلينا نشوف جزء هاي بدي اسرع من التعريف. بنقول ان برايم شو البرايم؟ هلا ركبوا for all positive integers r and s يعني كل الاعداد البوزيتيف انتجرز الاعداد الموجبين اف ان بيساوي ار در اس اذا كانت ان بيساوي ار در اس معناته ار بيساوي واحد اور اس بيساوي واحد. وهون العدد المركب عشان نعرف نطلع العدد المركب اللي هو ان اللي هو ان نقول في عددين ان بوزيتيف انتجرز نحكي عن بوزيتيف انتجرز ار و اس و اس ان بيساوي ار در اس ولا واحد لا ار ولا اس بيساوي يعني لما بعطيك عدد اذا بتقدر تجيب لي انه مضروب عددين بس ولا واحد منهم واحد اذا بتقدر تجيبها معناته بكون عدد ايش؟ مركب ليه؟ الواحد يلا هات المثال شوفوا الواحد مش ايه لازم يكون لازم اكبر من واحد. طيب is it true that every integer greater than one is either prime or composite؟ زي المره الماضيه نفحصها فيما بعد يس بس نفحصها فيما بعد. طيب هلا خلينا لحد الان اخذنا تعريف البرايم الجود والايفل والبرايم الكومبوزيت منيح. اليوم بدنا نشوف غير هذول التعريف. هلا عم نتعلم البروفس بس كم ما تعلم البروفس نلاحظ ملاحظه انه معظم الجمل في الرياضيات في النمبر ثيوري كان بيريتن as universal or extensional state نقدر نكتبها بالفور اول او الـ direct system مزبوط؟ يا بتكون جمل فور اول يا جمل direct system يعني اي تعميم مش احنا مش هاي تعميمات زي لما نقول لما نعطي خصائص الاعداد مجموع عددين بيساوي كذا كله هذا بالاخر بنكتب في جمل منطقيه بفور اول او ذير اكزيست. مثلا بنقول ذير اكزيست اكس تنتمي الى دي such that كيو دي مش مهم شو كيو دي جزء طويل يعني كيو بعد سوري هاي بدوش تكون جمله كبيره بس بدايتها ايه؟ ذير اكزيست وهاي او فور اول مزبوط؟ فور اول هيك بنكتب عادة الجمل. هلا واحنا بنعرف لما احنا هلا بنقول طب الاثبات لا معلش ندور احنا اذا نثبت او ننفي معناته هاي الجمل المنطقية كمان مرة عشان اكون دقيق لما بعمل تعميمات او تخصيصات لها علاقه بالنمبر ثيوري في ملاحظه بتقول انه معظم كل هاي الجمل نقدر نكتبها ايش؟ بفور اول اوف ذا صح؟ هلا طب انا بدي انفي وبدي افحص صحه او خطا التعميمات اللي بحاول اعملها
يعني مثلا هاي تعميم every integer greater than 1 is either prime or even. إذا تكتبوها بجملة منطقية جملة فوضول هاي صح؟ وهاي every integer either even or odd. إذا تكتبوها لو بدنا نفحص هاي الجملة نكتبها before or of the exist. بالتالي بدنا نتعلم نشوف كيف لو ما بندعمل بروفي أو ديس أبروفي لا جملها وجملة. هل سؤال إني عشان أعمل بروفي لا ذير إكزيست كيف بعمل عادة أنا ذير إكزيست بعمل بروفي؟ بعطي مثال واحد بنفس حكمه بعجيب مثال واحد بنفس حكمه وين يعني زي ما اقول في واحد في الصف لابس جزمه سوداء بس اجيب واحد بكفي اني اكون ايش؟ اثبت هذا الشيء. طيب كيف بنفسح الجمله هاي؟ كلهم انت انا؟ كلهم ولا واحد فيهم كيف بنفسح انه في جمله اكستنشنال ستيتمنت زي اقول مثلا في واحد بالصف لابس جزمه سوداء كيف بدك تنفي اللي قلته؟ كيف بدك تنفي؟ ما هو بالصف جيب كاونتر بتجيك لواحد انت بدك تثبت الكل بدك تعكس الجملة تثبت عكس الجملة ما في الجملة ما في شو عقل اوكي انفي في واحد في الصف لابس جزمة سوداء هلا ننفي يعني ما بنقدرش نجيب ولا اكزامبل وننفي الجملة هاي شو بتصير هاي؟ شو يعني؟ ولا طالب لابس جزمة سوداء إذا أثبت صحيح هاي معناها صح؟ هلا هلا إذا قدرت إذا شو بسوي هلا؟ أثبت صحيح إذا قدرت إذا هاي الجملة صحيحة إذا هاي الجملة قدرت أثبتها صحيحة طب كيف بدي أثبتها؟ يعني فيش كونتر إكزامبل إذا قدرت أجيب لهي الجملة أثبتها صحيحة يعني فيش كونتر إكزامبل شوي بس شو معناته؟ بكون عملت ديس أبروف طب كيف بتكون عملت ديس أبروف يعني إذا ولا واحد لابس جملة سعيدة، إذا واحد ولا واحد لابس جزمة سوداء بجيب واحد لابس جزمة سوداء بكون عملت ديس أبروف بتكون عملت ديس أبروف بعدين بتجيب كم إكزامبل لها بس دوري على واحد واحد حالة واحدة لابس جزمة سوداء لأنها عمالة فيك يعني شو محمد كل طب هاي الجملة الأساسية شو بتقول؟ في يطالب يوجد طالب واحد يلبس أسود هاي الجملة الأصلية يوجد طالب واحد يلبس أسود هلا انت بدك تعمل ديس ابروف لازم اصلا صحه النفي بدك تثبتي خطاها شو خط يعني ايش يعني معنى خطاها؟ انه ولا واحد ولا واحد لابس اسود هيك بكوني لا بس كيف بدك كيف بدك تلقي؟ بدك تروحي عليهم طالب 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 تفحصيهم؟ طيب
هلا الحل ان ان فيها كل الطلاب ولا واحد لابس جيرزي ولا واحد لابس اسود. هلا اذا اذا كيف بدك تثبت هلا لا تثبت خطا هاي الجمله لا اذا انت المطلوب منك هلا اذا بتقدر تثبت هاي الجمله عند صحتها اذا قدرت تثبت صحه العكس اذا قدرت تثبت صحه العكس هذا اللي فوق ايه صح معناته هاي الجمله صح اذا قدرت تثبتها. المهم هاي هاي بتصير فور اول خلص تحولت لفور اول فنجيين يعني ان في ذن دايركت جروب ليه؟ طيب جملة الفور اول كيف بقدر انفيها؟ انفيها كاونتر اكزام. طب كيف بقدر اثبتها؟ جميع خلينا نسميها هلا دايركت جروب. شو جميع بالمناسبة؟ ما فيش حدا نفحصهم واحد واحد ويل نفحصهم واحد واحد هلا نشوف مشاكل شو يعني مش شرط نفحصهم واحد واحد هذا هو اللي نتعلمه اليوم دايركت جروب اللي نتعلم اليوم دايركت جروب بس قبل هيك شو يعني شو يعني كاونتر اكزامبل؟ لو عندي هذا التعميم في عندنا رقمين A و B هم ريال نمبرز A تربيع يساوي A B تربيع إذا كان A يساوي يساوي B صحيحة؟ نثبت فكتوها؟ اه نثبت خطأ نثبت خطأ جيب مثال واحد هاي مثلا هاي مثلا زي هيك يشرح تنقرا في عندي A تربيع تساوي B تربيع كل عدد ما كيف تنقرا قصدك لغويا اذا اي تربيع تساوي اي تربيع اذا خليني اول شيء افهمك اياها بعدين نتفق على هذا لكل اي عدد ان طبيعيه ايه سوري هي اها اي عدد اذا كان التربيع الاول يساوي التربيع الثاني اذا مش اذا وقفت اذا اذا واحد إذا معناته الأول يساوي الثاني الأول يساوي الثاني خطأ الأعداد السابقة هلا هاي اللي كسبوا باي كاونتر اكزامبل وهاي اللي هاي كاونتر اكزامبل اتفقنا؟ طيب هلا نيجي لبروفين هون دايركت بروفز كنا كيف نعمل دايركت بروف؟ بدنا نروح نفحص ونقول نفحص طالب لابس اسود ولا مش لابس اسود. طيب لو كنا كل الناس شعرهم احمر. اي كل الناس شعرهم مش احمر. جيب واحد. اه شو كنا نجيبهم؟ دور. كنا ندور؟ نمشي عليهم واحد واحد. طيب هاي مثال أنا بقول لك the majority of mathematical statements to be proved are universal يعني معظم الجمل اللي بدنا نثبتها هي مش هذول هن هم فور اول مظبوط فبالتالي هاي هيك ان جنرال يعني الطريقة اني اروح افحص كل عنصر في الدومين نسميها method of exhaustion يعني او ثاني اللي هو زي كيف اخذنا في النيوميريشن شو يعني؟ انا عندهم كلهم يعني تذكروا في حتى في اللوجيك في البروبوزيشنال اللي في البدايه فاليد دو ارجومنتس كنا نعمل نيوميريشن نحط كل بتروث ثابت كل الحالات صح؟ لو كنا مثال لو كنا اي عدد موجب اذا كان ايفن واذا كان بين الاربعه
يعني اقل او يساوي 4 اكبر او يساوي 4 او اقل او يساوي 30 then it can be the sum of two prime numbers then it can be a sum of two prime numbers يعني ممكن يكون مجموع لعددين اوليين شو رح تسوي انا حطيت بلش 4 6 8 10 اللي هو بقول ايف 12 14 16 جربتهم كلهم اوكي بقول اوكي بس in most cases هذا الكلام مش عملي ولا منطقي ومش مش ممكن لانه مرات بدي اعمل تعميم الدومين تبعه الدومين مش ليميتد يعني مش 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 محدد مرات تكون على اعداد انفينيت نمبرز مش فكيف بدي انا اعمل بروف لتعميمات لاحظوا كل هذا الكلام تفهموا مش بس انتوا رياضيات حاولوا تفهموه بالحياه بالواقع يعني واحد بده يعمل تعميم واحد بيعمل تعميم لما انت بدك تناقض تعميمه او تثبت صحه تعميمه بدك تفكر بهذا المنطق بالاثبات ها طيب هلا الحل ان ناخذ عنصر معين طريقه عشوائيه ونقيس عليه اللي هو بنسميها جينيريك بارتيكولر جينيريك بارتيكولر يعني عدد معين عنصر معين بس بزبط اي عنصر حطه براحته يعني عشوائي يعني بزبط ممكن نقول الاول ممكن نقول الاخير بالنص الاخر ف to show that every element of a domain satisfies a certain property suppose x is a particular but arbitrarily chosen element of the domain and show هلا بعدين بتساوي show that x and show that x satisfies the domain يعني لما بقول كل الطلاب لابسين اسود مش لابسين اسود مش لابسين اسود بدي اخذ حدا او يعني الاثبات تبعي بدي اخذ واحد معين بس طريقه عشوائيه الواحد هذا واشوف اثبت انه بيزبط عليه انه فعلا مش لابس بس هذا الواحد هون السر هذا الواحد انه chosen arbitrary يعني لازم صفات تنطبق على جميع الصفات ايوه لازم الصفات اللي بتظهر هذا العنصر بيمثل كل الحلقة يعني ناخذ اكس مثلا بنقول اكس از اني نمبر كان بي اني نمبر طيب عشان نكون اكثر دقة عشان لما تيجي تعمل دايركت جروب اول شيء شو بتساوي انا بعطيك جمله هلا بنتدرب عليها لما بعطيك جمله بقول لك مجموع كل عددين موجبه زوجيات تطلع زوجة هلا هاي الجمله هي لسه مش فورمال هاي حكي عام اول شيء بتساوي شو اكسبريس ان هيك ها اكتبها بالفرول اتفقنا بدك توصل بدك لازم تعمل فرول يعني مش لما تسمع جملة بس تروح تثبتها مباشرة اول اشي عشان تتأكد من فهمها لازم تكتب الجملة بهاي السيرة بعدين start with the hypothesis تقول هلا اوكي ما دام هلا صارت هيك سبوز انه عندي بي
انا انقشوه كيو بتساوي كيو. في عنا مثال، في عنا مثال، هذا هو نفس المثال. هذا المثال بروف ذات ذا سم اوف اني تو ايفن انتجرز از ايفن. شو الله ايش نسوي؟ لا خش تعميم. هذا اذا بدك تثبت، انا قاعد بعلمكم فيه كمان مره كيف تثبتوا تعميمات، كيف تثبتوا بروبرتيز للارقام او بشكل عام بالحياه نفس الشيء. هذا حسن التعريف. ما هاي فرق الباقي
عندك نص. على فكرة يعني هاي بتصبوا بأي شيء. طلعوا بس شو بس بدي أنا أقول هلا بما إنه إم بتساوي 2K وإن تساوي 2J وإن بتساوي 2J إم بلس إن بتساوي 2K زائد 2J هاي بتساوي 2 في K زائد J وهي انتجر مجموعة هذين انتجر هو انتجر وبالتالي 2